خويا حمزه عرفتي داك الشاب اللي كدوز من هنا يوميا فاش كنكون خدامين هذيك اخويك تسالي معاك تعجبني وانا هو مع الحلال ما كرهتش اخونا ندوي معاه ونقول له بغيت نجي نخطبك من داركم على الله خويا ما ترفضش والله كتعجبني كتسالي معايا الصراحه هو دا وحش اخويا راه شويه دوز هذا هو الوقت ديالك بحال ولا شويه دبل اخويا ما نكذبش عليك كتبان لي دابا غندوي معاه اخويا على الله وعسيه ديال الله خويا تقول لي يجي لدارنا هذا كتقمعني اصاحبي تعرفني خدام في البلديه توكل على الله الله يسهل الامور هذاك الشيء اللي كاين خدم خدم اخويا قبل ما يجي الشاف خدم خشي واحد دقيقة مرحبا شوفي خشي ما كاين ما نخبي عليك انا كنكون خدام هنا وكتبان لي ديما كدوزي من هنا كتعجبيني وانا معاك الحلال خويا اش غنقول لك ما عندي ما نقول الهضره والكلام سير عند الوالده هي اللي غتقول لك كلشي انا ماشي احتقرتك الخدمه راه ماشي عيب المهم راك راجل وكتنوض مع السبعة الصباح وكتجيبها من فوم السبع المهم غنجيك من الاخر لكن شي كتعرف دارنا سير لدارنا وهضر مع الوالده قالت لك تزوج بيا مرحبا ما بغاتش الوالده ما عندي ما ندير لك اخويا المهم انت باش عجبتيني جيتي حصرتيني وهضرتي معايا زوين يعني قصدتي الباب فهمتيني ما جيتيش من جهه اخرى هادشي اللي غنقول لك اول بنت اختي ما قلتيش كلمه ديال العيب الوالدين هما الاولين المهم انت غتمشي للدار غتهضري مع الوالده قولي لها اش كاين وانا راه في العشيه ان شاء الله راه غنجي نهضر مع الوالده ديالك صافي واخا مرحبا ما قلتي حتى كلمه العيب انا نمشي دابا نهضر معاه ونقول له راه واحد السيد جا عندي وقال لي راه باغي معاك الحلال وراه باغي يجي يشوفك المهم مرحبا بك نتلاقاو في العشيه صافي اختي ويكون خير ولد الساعه راه نشوف امك ردت الفعل ديالها كي دايره ولا كنا مكشابين لبعضياتنا مكشابين لبعضياتنا ما كناش داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء اللي كاين اخويا وسمحي لي يا اختي الله يحفظك الله يعاونك المهم في العشيه راه غنجي لدارك صافي صافي واش بان لك اخويا حمزه في البلان ديال الدريه كي جاك الرياكسيو ديالها اخويا توكل على الله اخويا اللي فيها الخير هي اللي مزيانه اخويا ويكون الخير ان شاء الله اخويا العزيز راك شتي الرياكسيو ديالها هي راه بانت مسكينه باغا وهي الخطه راه غاده مزيان يلاه اخويا نمشيو نخشيو في وجهنا شي حاجه من قبيله مكلينا هو اخويا الحاجه وقال راه بنتك عاودات لك عليها المهم انا راك تبان لي بنتك كدوز انا راه خدام في البلديه جي طالب راه في يد بنتك الا قبلتي عليها يا ويلي شلا ما شتي ليا صمنا تعينو نفطرو على جرانا جيب ليا واحد اذا لقى النار ومخشي في الطوارو ديال الزبل الناس يجيبو الناس واعري الاساسيده يجيبو المحامين يجيبو خدامين لاباس عليهم و تجيب ليا واحد خدام في الشطابه لا لا انا كاع ما باغا هذا اللي في الشطابه وليدي انت عندك شي سكنه عندك شي دار عندك شي عائله منين بلادك وماك مشتي والديك جاي طويل بوحدك هو الوالد اش غندير ليه فين ما ندوز يتلقى عليا باغي المعقول باغي المعقول باغي المعقول قلت ليه عرفتي اش غدير زيد عاد المهم انت هي اللي غدوي معاك اللي قالت هي اللي كاينه صافي هادشي اللي كاين المهم بغيتي مرحبا ما بغيتيش الطريق اللي جابته تردو كلامك هو الكبير ما عندي ما ندير بشي حاجه ما عندك ما ديري بها انت حتى انا ما عندي ما ندير بها اسمح لي ود الناس الا ما بغاتكش مهمتي ما عندي ما ندير الله يجيب لك شي وحده اللي احسن مني مال الحاجه كي جاوك مالين زبل مون زبره كينوض لها مع السبعة الصباح كيجيبها حلال اه راه ساهله فيا ما نمشي نبيع الحشيش نبيع الغبره نولي بزناس ولكن لا انا باغي نجيب الحمد لله حلال بنتك كتبان لي عجباتني هادشي علاش جيت عندك وجيت دخلت من الباب ولكن لا ما بغيتيش الوالده راه ما عندي ما نقول لك كلامك هو الكبير يا وليدي وفين هي امك فين هو باك فين هي عائلتك عندك بعدا شي سكنه احنا غنعطيوها لك عندك شي سكنه وفين عائلتك كاع ما جاوا معاك واش غتوكل اش غتشرب لا لا وليدي امال نشطابه واخا هكاك ما خدامينش مزيان ما كاينينش امكانيات دابا الناس وتقهروا خدامين مزيان وتقهروا غادا حتى الشطابه جدري علاش غدير لك في الشهر باش غتكري باش غتفرج باش غتصير ما كاينش ولدي احسن سير شوف لك شي دريه اخرى ما هادي ما غاديش تسلك عاد سير وليدي الله يسهل عليك
عندك الحق الوالد في هذه الهضره كامله اللي قلتي ليا، ما خاصنيش نجي نخطب الدريه بوحدي، ولكن انا قلت مع راسي نمشي جاب الجيل ديال الخدمه قلت حتى نجي نتعرف عليه ونهضر معاه، ديك الساعه نمشي عند مالين الدار ما كاينينش هنا وديك الساعه غنجيبهم معايا، ولكن انت ما بغيتيش ما قبلتيش عليا، هاني بقى لي على خاطرك الوالد ما نقدرش نبزز عليك شي حاجه. المهم راه بنتك راه كانت كتعجبني وكتناول معها الحلال وكنت نعيشها سعيده وما يخصها معايا حتى شي خير ونتقاتل على قبلها، ولكن انت ما بغيتيش راه ما عندي ما نقول لك الوالد. خويا اسمح لي والله العظيم ماشي حتى عقلتك ولا شي حاجه، ولكن الصغير ديالك ما غيعيشك حتى تعاد يعيشني انا. شنو هي خويا 2000 درهم في الشهر ما غتكفيني حتى انا؟ عرفتي انا شحال كنصرف بعدا؟ انا خاصني صالون، خاصني شحال من حاجه، خاصني نتكسى، خاصني نمشي للحمام، خاصني بزاف اخويا. وتا ديك الصالير ديالك ما كافيك حتى نتايا. اسمح لي يا ولد الناس، والله يجيب لك شي وحده اللي احسن منك واللي تواضع معاك وتعيش معاك في اللي قسم الله. انا خويا ما نكذبش عليك، انا عيني كبيره وباغا شي حاجه اللي كبيره. اسمح لي يا خويا. نوض ولدي نوض، الله يعاوننا ويعاونك. راك سمعتي اش قالت لك؟ قالت لك ما بغاتكش وانا ما قبلتكش. نوض الله يعاوننا ويعاونك. وهذوك الفلوس راه ما غاديش تجوج بهم، حتى كتصرف على امك وباغي تجوج، هذوك الفلوس ولدي ما قادينكش. سير ولدي الله يسهل عليك والله يجيب لك ما احسن منه. وتيا اول مره واخر مره تجيبي لي بحال هذا، جيبه لي ما ناضيش، جيبي شي واحد لاباس عليه وعنده الطوموبيل وخان زمان ويدينا يبرعنا ويكسينا ويصبطنا ونمشيو حتى حنا للدوال وندورو ونشوفو الناس. تجيب لي داش عنده؟ ما عنده والو، عنده الله. نوضي نوضي ما تبقايش تخرجي انت كاع بصفه نهائيه. واش نقول لك الوالد؟ هادشي اللي قلتي مقبول منه. انا مشيت تسلفت وتكلفت وشريت خاتم باش نفرحكم، ساعات نتوما باغين شي واحد لاباس عليه. خشي الله يجيب لك شي واحد لاباس عليه. الوالده الله يجيب لك شي واحد لاباس عليه ويحقق لك كاع داكشي اللي باغا دير. الله يعاونكم دابا، اخر مره تبقى تشوفيني في الدار. سير وليدي الله يجيب لينا ولك اللي فيها الخير. سير قلب على شي وحده درويشه تعيش معاك بدوك الفلوس القلال. هو المهم تاش غنديرو؟ هادشي اللي مكتب لينا الله. اولي جيبي شي واحد لاباس عليه. منين غنجيبو؟ نقلب عليه باكي تيفونيكس. كل واحد كياخد رزقه اللي مكتب ليه الله. كتعرفي دابا كلشي غلا، الكرا غلا، الصير غلا، المعيشه غلات، الحوايج غلاو. وجيبي هذاك اش عنده؟ جيبي لنا شي واحد لاباس عليه، ناكلو ونوكلو الناس، ماشي نجيبو شي واحد فقير وحنا فقراء. خصنا نجيبو شي واحد ناضي. نوضي نوضي يلاه قلبي على شي واحد لاباس عليه، ماشي في ما يكونش محشكر تجيبيه. ما عرفتش فين هي الدريه هادي، تعطلات بزاف. ضروري خصني ندوي معاها ونتلاقى معاها باش نمشي نتزوج بها ان شاء الله. ها هي جاي. السلام عليكم المدام. وعليكم السلام. كي دايره لاله؟ بخير الحمد لله. شحال بالخاطر؟ ما كاين ما نخبي عليك، انت يومين كدوزي من هنا وكتعجبيني وناوي معاك المعقول وناوي معاك الحلال. لا قبلتي عليا؟ ايوا مادام جيتيني من الباب وناوي الحلال وباغي المعقول، مرحبا والف مرحبا. ما يخصك معايا حتى شي خير، هاد الفيلا راه ديالي والفيلا الاخرى ديالي. تبارك الله. وعندي فيلا في عين الدياب وعندي ريستورا في عين الدياب. تبارك الله وصلاح. اي حاجه بغيتيها مرحبا. ايوا بغيت والو، انا بغيت المعقول وتكون ولد الناس. لا لا المعقول راه كاين، والاملاك والفلوس ورثناها من عند جدودنا الله يرحمهم. تبارك الله وصلى على النبي. وشنو دابا بغيتي من عندي؟ باغي نتزوج بك لا قبلتي عليا وكتعجبيني وناوي المعقول معاك، وراك نعرف امك الحاجه. ايوا صافي ما عندي ما نقول لك، الهضره عند امي الحاجه في العشيه نتلاقاو عند امي الحاجه ودار معاها. لا لا علاش نخليوها مع العشيه؟ مع العشيه راه عندي موعد مع السفير تاع امريكان. ياك سيدي. عندي رونديفو مع السفير تاع امريكان اليوم اللي مسالي، مع العشيه ما كنكونش، كنكون في الشركه ديالي. شنو نمشيو نتكاتبوا دابا؟ ونمشيو نهضروا مع الوالده ديالك ونتفاهموا مع الام ديالك ويكون الخير. مرحبا واخا نمشيو. اللي قالت ام الحاجه هي اللي كاينه. وراه داك الشيء اللي كاين، الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. يلا بسم الله. بسم الله. الوالده ما كاين ما نخبي عليك، انا بنتك راها كنبغيها وكنموت عليها، ويومين امي مشي كتبان لي دايزه من حدا الفيلا ديالي، ودويت معاها وقالت لي اللي قالتها الوالده راه هي اللي كاينه وعجباتني. كتصنت لك امي مشي الدريه عندك تبارك الله راها مرضيه
وما تخافيش الوالده، انا راه نتهلا فيها، نكسيها تشري لها طوموبيله، ندي الحج انت مهمتي نديك العمره، اي حاجه بغيتوها مرحبا، انا مهمتي لاباس عليا. الحمد لله داك الشيء ورثناه من عند جدودنا، والله يدير لي فيها الخير الوالده. مرحبا بك وليدي، انت بعدا راه لاباس عليك، الطوموبيل اللي جيتي كيدايره واللبس كيدير وداك الشيء اللي جيتي لينا الله يخلف عليك، ماشي بحال واحد جا خدام عا في الشطابه ما جايبش تقالب ديال السكر وقالك باغي ياخذها. يا ويلي تاخذوا اللي ما تذكرش، مرحبا بك الف مرحبا بك، وقت ما بغيتي تجي هذه داركم انا غنعطيها لك، ما خاصك حتى خير غنعطيك، انا خصني نشوف فين غنحط الناس اللي لاباس عليهم ومزيانين ياكلوا ويوكلوا، ماشي بحال واحد غادي يقهرها ما تبقاش حتى باش تمشي للحمام. ووليدي مرحبا بك. المهم الوالده كلامك هو الكبير، قلتي لي ما عندنا ما نديرو بشي مول الشطابه ما مصوبي حتى راسو ما عنده حتى عشا ليله، ما عندنا ما نديرو بيه، حنا ما كنحتاقرو ما كنعايرو فيه، حنا كنقولو غير الزمان حنا اللي عايشين فيه، كلشي ولا غالي الزمان ولا قاصح الوالده. المهم هاد السيد الا وافقتي عليه راه عنده الشركات وعنده الديور وعنده الفيرمات، راه غيعيشني احسن عيشه وتاتي غتعيشي احسن عيشه. المهم الله يجعل كلشي بباركم سعود، هاو جاب لنا الله سيد سيده، ما عندنا ما نديرو بهذاك مول الشطابه بشاو الدمع زبلو معاه. الوالده كان وعدك وعد تاع الرجال، ما يخصك معايا مهمتي حتى شي خير، والعمره دابا ان شاء الله غتمشي لها، وجدي راسك فهاد السيمانه عندي طياره خاصه، طياره خاصه ديك فما بغيتي، بغيتي تمشي للانجليز، بغيتي تمشي للالمان، بغيتي تمشي للطاليان، اي بلاد بغيتو لها مرحبا على راسي وعينيا. جمع مهمتي العائله، جمع خواتاتك وجمع العائله ديالك ومرحبا، حتى الطياره راه كبيره شويه، واي حاجه مهمتي اي حاجه تمنيتيها واي حاجه تشهيتيها ان شاء الله غادي تاكلها، عندي ريستوره في عين الدياب الوالد، ما يخصك معايا حتى شي خير، وبنتك راه كتعجبني وكنموت عليها وغنتهلا فيها وغنركب على الطوموبيله الاخرى وغنعطيها هي طياره، اي حاجه الحاجه على راسي وعينيا، والحمد لله مهمتي امني قبلتي عليا، هذاك مول الشطابه قال انا اللي مخدمه بي انا باش دخل الخدمه، بغيتوني نخرجو من الخدمه نخرجو منها، ما عنديش الحاجه المشكل، بغيتيني نجري عليه نجري عليه، حتى انا اللي شاده ديك الشركه انا اللي كنخلصهم. ومرحبا بكم. وصافي وليدي ديها شري لها الخاتم وشري لها داك الشيء اللي خاصها وعطينا الصداق ديالها باش نديرو العرس ونعيطو على الناس ونفرحو الحباب ونفرحو الجيران، والله يعاونكم الله يسهل عليكم. ايوا ما قلتيش لينا السي المهدي فين غنديرو العرس، واش في القاعه ولا في الزنقه ولا في شي بلاصه اللي تكبر بينا حنايا، ما قلتي لينا والو امتى ونهارش. العرس ان شاء الله غنديرو في باري، جمعة مهمتي الحباب وجمع العائله، وانا غنوجد واحد 5 طيارات وغنديرو ان شاء الله العرس في فرنسا في باري، ودوك الناس هما غيفرحوا بينا وغيحتفلوا بينا، والله يجعل مهمتي كلشي بباركم سعود. انا دابا تلقيني في الطوموبيله كنتسناك باش نديك ان شاء الله ناخذ لك واحد الخاتم ديال الماس ديال الماسا لوبنا، اي حاجه مرحبا، والله يخليك ليا مهمتي وجمع الحباب وجمع العائله، ان شاء الله العرس غيكون في مدينه باري. يلا انا نتسناك حدا الطوموبيل ديالي في الزنقه، السلام عليكم، الله يعاونك مهمتي. سير ولدي الله يعاونك الله يسهل عليك، جيتي هنا هو سمعني يا ولدي دابا غدا جيتي هذا لاباس عليه ومحضر ونقي والطوموبيل كي دايره واللبس كي داير والفلوس في البنك، ونوض شري شي خاتم يكون واعر وشي قرميطه وجبي لي معاك شي دبيلجات. واخا الوالده كلامك هو الكبير اللي قلتها ليا هي اللي كاينه، عارفه عزيز عليا الذهب، نوضي سيري لحقي عارفاك مسكونه على الذهب، يلا نوضي انا غنمشي مع دابا ياخذ لي الخاتم قال لي الالماس، وشنو بغيتي سلتله وعاد شي سريتله صغيره شي 3 ولا 4 ولا بلاش. صافي واخا كوني هانيه جاتك، باين عليه ولد الناس ولا باس عليه، ما يقولش لك لا، لا ما يقولش لي لا ما يخسرش لي، قال لي اللي بغيتي نعطيها لك وغنكتب لامك فيرما وان شاء الله فيكم، وغتمشي للعمره
ونوضي الوالدة طيبي لي شي كيكة، احنا من نكونوا جايين القوة موجود. يلا نوض. يلا نتوكلوا على الله. ايوا المدام، انا الميسيو. كي جاتك الخرجه اليوم؟ الله يكبر بك، كيف ما كبرتي بيا، تهليتي فيا. غنشتري لك ان شاء الله خاتم تاع الالماس، تكوني هانيه. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا والف مرحبا. الله يودي العده انتيا، عندي شي وحده اخرى. خليتي لي من نقول الصراحه، كاع صحاباتي في قصتهم، تهليتي فيا والله. بارك عليا امك، جيبها لها مول الشطابه. اش غديري بمول الشطابه؟ عندي ما ندير به، هو خاص اللي يصرف عليه عاد يزيد عليا حتى انا. خذينا انا اللي لاباس عليا والله. والحمد لله ربي كبير. يا خيخ الباترون ديالي جاي، اديرها تجري باش تجي معايا، انا راه خدام عند السي عزيز. كاين المادي، كاين الله يعطيك الصحة. كيفاش باترون التجربة الاجتماعية؟ ما فهمتش اخويا شنو هادشي. هذا اللي كان واقف معاك خدام عندي، داكشي اللي كان كيقول لكم كامل ديالو راه ديالي انا، وهذه التجربة الاجتماعية درناها لك انت، بغيت نجربك بها. ايوا اخويا جربتيني بها انت، نجحتي صافي. باش يكون قلت لك انا لاباس عليه في الاول، كنت تقبلي عليه بعينك مغمضين. ايوا الهضره الوالده قالت لي تزوجي بشي واحد لاباس عليه، ما تزوجيش بواحد معوض عليه. ولا بقيتي تابعه الوالده ديالك بنت الناس، عمرك تزوجي، حيت تبقاي ندي على المظهر. ايوا اللي دار ربي الا غتقولوا اسمح لي، ما عندي ما نقول لك. مهمتي خويا هي اللي دايره لي هاد الحاله، طمع طاعون، ما عندي ما ندير، طمع كيقضي عليها الكذاب. حاجه وحده اللي بغيت نوصل لك بنت الناس، سيري عند امك وهضري معاها، قولي لها ما تبقاش طمع. انا غنمشي لها جابك الله شي ود الناس، واخا يكون خدامه خدمه على قد الحال، ما تفرطيش فيه. فهمتي حيت دابا راه قليل ود الناس واللي يجيبها حلال، قادري واحد تلقى لاباس عليه، عنده الفيلات وعنده الشركات وكلشي، غتلقاها با اللي خلاهم ليه، هو كاع مضرب عليهم تامان. سمعتيني اختي؟ وسمحي لي بزاف والله، انا راه كنت باغيك، كنت باغيك ديال بصح، ولكن دوماج امك طلعت فيها طماعه، وسمحي لي بنت الناس. اش غندير؟ المهم انت خرجات عليا دابا يا بعد ما انا ديما خارجه لي في عودي، بقات عليا تزوجي بشي واحد لاباس عليه، تزوجي بشي واحد لاباس عليه. تخرجت لي على حياتي ناري تفو، ما يمكنش. انا غنمشي غنتفاهم معاه. اويلي 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 اويلي، شوتي شوعه كرفسني وبعد اني ولد المحشر. شكون هو تاني؟ هذاك مول الشطابه. ايه لاباس عليه. ايه وهذاك مول الكوسين ما عنده حتى ريال، شاف واحد راسو قال لي واخا شاف احتراماتي وتم غادي نزل تنزل الاخر بالطوموبيل ولبس عليه ومالي في راسو. ويلي 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 ويلي، عطاني واحد الدرس نموت وما ننسى. المهم سي راه دار علينا عم العاني بغى يشوفنا، دار راسو زعما فقير وما عندوش، هو مول الشطابه وصيفط لينا اللي خدام عنده، دار راسو هو اللي لاباس عليه. ويلي حنا اللي درنا هادشي. هي انت اللي درتيها ليا مهمتي، انت طماعه، خرج عليك الطماعه وغتخرجي عليا. وخرج على راسي وعليك. قالك العوده بنتي اللي كتحقريه كيعمي لك العينين. ايوا مهمتي اش غندير، طمعت انا في العز في الباري، يا خرجتي عليا وما عمر شي واحد يجي يتزوج بي وتوقفي ليا في طريقي. ابدا اليوم هو الاخر، اخر مره تبقاي تتبعيني في طريقي. الله يعاون. ناري ناري كحلتها. ويلي سبحان مبدل الاحوال، دوك اللي عندهم الفلوس ما كيلبسوش مزيان، واللي ما عندهمش الفلوس كيبانوا كلاس، تقولي هادو هما اللي لاباس عليهم وما ما عندهم والو. ايه والله يهدينا وصافي، حقر داك الدريويش مسكين هو راه لاباس عليه وداير راسو ما عندوش. سبحان الله، يا ربي تسمح لي منه، كون عارجع نعطيه بنتي دابا لاباس عليه، ما نصحابوش لاباس عليه. اجي يا بنتي اجي، ارجعي ما نبقاش نعاود، عاد تعالي عمرني ما ندخل داخل فك من اليوم.